يمسك رزمة النقود، يعدها وهو خارج من البنك. 10، 20، 100، 200، 1000 دينار. يدخل إلى المول مع زوجته والأطفال، وفي أيديهم عربات الشراء. يحتارون من أين البدء، فرمضان قد جاء وهناك الكثير للشراء. وعلى الجهة المقابلة للمول الكبير المتراص البناء، تقف المؤسسة الاستهلاكية بمبناها القديم، ويقف آخر مع زوجته وأولاده، يعدان النقود. 10، 20، 30، 40 دينار، 50. وسط جدال على القائمة الضرورية جدا 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 للشهر الميمون. السلام عليكم مستمعينا، أنا ميمة الكاوي، وأنتم تستمعون لقطيفة يومية من قطائف الرمضانية. على بعد أمتار متقابلة يقف المبنيان، المول والمؤسسة الاستهلاكية. على باب المول سيارات فارهة تذهب وتجيء، ويحمل العاملون في المول صناديقها بالمشتريات الكثيرة. يعبئ صاحبنا ومعه زوجته وأولاده في المول عربة المشتريات بكل ما لذ وطاب. اللحوم بأنواعها من خروف وعجل ودجاج وأسماك ومحار، والأرز والسكر والخضروات والفاكهة المتنوعة، إضافة إلى المعلبات والعصائر والشوربات والكاتشب والخردل والشوكولا ورقائق البطاطا، مركزين على المنظفات من صوابين وشامبوهات وعطورات. ولا ينسوا بالطبع الأساس على مائدة الإفطار، التمور من أجود الأنواع وأغلاها، لا تجدينها إلا هنا بالمول. يشير إلى زوجته التي تبتسم فرحانة، ويضع 4 كيلوهات من التمر الفاخر في العربة، ليعرض بعدها على شراء بعض الحاجيات للأطفال من ملابس وألعاب وقرطاسيات وتسالي. وعلى باب المؤسسة الاستهلاكية تقف سيارات قديمة متهالكة، يضع فيها أصحابها بعض الأكياس الممتلئة بالحاجيات الأساسية. يضع صاحبنا الموظف البسيط في سلة المشتريات الصدئة أرز وسكر، كيلو لحمة ودجاجتين، واحدة من كل صنف معلبات ضرورية، علبتي حمص وفول، علبتين من رب البندورة، وعلبتي قشطة للقطائف، إضافة إلى علبتي تونة تعوضان عن السمك. قليل من بعض أنواع الخضروات يجب شراؤه، كيلو بندورة وخيار وفلفل، نصف كيلو حبات ليمون، وكيلو تفاح، وكيلو برتقال. ثم يشير إلى طفله الكبير مع ابتسامة حكيمة أن يجلب علبة واحدة من أحد أنواع البسكويت المحلي الصنع. هذه حلوان رمضانكم. وفي واجهة التمور الصغيرة في المؤسسة الاستهلاكية تقف زوجته متأملة نوعا جيدا ومغلفا بطريقة ممتازة، مكتوب عليه 8 دنانير للكيلو. ينهرها زوجها بصوت منخفض، هذا النوع مش كويس، تذوقته عند صاحبي مش بزيادة. وتمتد يده على نوع آخر في نهاية الصف، الكيلو ب2 دينار فقط، منهيا الموضوع من جذوره، واضعا كيس التمر الرخيص في سلة الشراء الصدئة، هذا أفضل نوع. أصوات الآلات الحاسبة تتشابه في الطرفين، في المول وفي المؤسسة، لكنها في المؤسسة أكثر حدة مع القدم وتركيز المحاسبين على الأرقام. في المول تمتد يد صاحبنا ليدفع الحساب النهائي، 285 دينار، وصندوق السيارة يكاد لا يتسع للمشتريات. وعلى الضفة الأخرى من الشارع الصاخب تحسب الآلة الحاسبة مشتريات عائلة صاحبنا الموظف بوتيرة تضرب على قلبه، 10، 20، 30، 50 دينار، 55 دينارا. يتناول 50 التي وضعها في جيب قميصه اليسرى بجانب القلب، ويضطر إلى سحب 5 دنانير أخرى من جيب بنطاله، وعقله مشغول بما تبقى من راتب لبقية فاتورة الشهر الكريم. أنا ميمة الكاوي، وأنتم استمعتم لقطيفة يومية من قطائف الرمضانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.